نوفمبر 2014 بيبر 1 فارينت 1. والسؤال ال 15 من منهج الكور، منهج يرنان يا جماعه، بيقول لي which point are the fixed points of the liquid in glass thermometer. حبايبي على عيني وعلى راسي ان الثرمومتر هنا بيبدا من نيجاتيف 10 وينتهي 110، الا ان دول مش الفيكست بوينتس. تقدر تقول، تقدر تسمي النيجاتيف 10 المينيمم تمبرتشر وال110 الماكسيمم تمبرتشر، انت حر. انما لما تتكلم على حاجه اسمها فيكست بوينتس، فالفيكست بوينتس معروفه. التو فيكست بوينتس في صناعه الثرمومتر هما الزيرو وال100، حيث الزيرو هي الميلتنج بوينت اوف ايس وال100 هي البويلنج بوينت اوف ووتر. الزيرو هي الميلتنج بوينت اوف ايس وال100 هي البويلنج بوينت اوف ووتر. فجماعه ببساطه، فرق ما بين المينيمم تمبرتشر والماكسيمم تمبرتشر، وفرق ما بين اللور فيكست بوينت والابر فيكست بوينت. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص.